معروف هو جاي منين ومن نادي كبير، واتعرض على عبد الله السعيد ايه في هذا الموضوع. عشان كده انا بقول لحضراتكم كابتن محمود هيقعد مع عبد الله السعيد وهيقعد مع احمد فتحي وهيطلب منهم طلب، اما التجديد بالسعر الفلاني وهيتم التفاوض، او عدم التجديد وبالتالي سيترك لهم الحريه في اللي هم عايزين يعملوه يعملوه. عايز لو عايز تروح نادي الزمالك روح، ما عندوش مشكله كابتن خطيب في هذا الموضوع، لانه في النهايه هو كرئيس لمجلس اداره النادي الاهلي عارف يعرف او يعلم تماما مدى قيمه النادي الاهلي. كابتن خطيب او الكابتن عبد الله السعيد والكابتن احمد فتحي عارفين تماما قيمه النادي الاهلي. عشان كده الاسبوع اللي فات انا قلت لكم في خلال اسبوعين، لو تفتكروا بس تتذكروا الكلام اللي انا بقوله هتعرفوا ان احنا بنقول لكم اخبار مهمه جدا وبتحصل واحده واحده. كابتن خطيب هيقعد وفي خلال مفروض اسبوع من دلوقتي هتلاقوا كل حاجه، اما انتهت بالتجديد لهذا الثنائي او وده يعني كل جمهور النادي الاهلي نفسهم ان هم يجددوا، او ان هم يتم ترك الحريه ليهم تماما وهيكملوا السنه دي عادي جدا جدا مع النادي الاهلي. عموما هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل في اطار هذا الموضوع. طبعا كابتن خطيب بيسعى لاستغلال استبعاد الثنائي من قائمه الاهلي امام النصر التي مباراته اليوم، لعقد جلسه معهم للحديث عن تجديد عقودهم وغلق الملف الذي يشغله وتسبب في عودته من المانيا وقطع رحلته العلاجيه. ماشي. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية رسميا على إقامة مباراة النادي الأهلي المقبلة في دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من ريل كاديجو بطل بوركينا فاسو ومونانا بطل الجابون على استاد برج العرب يوم 6 مارس المقبل. أعلن الأمن في خطابه عن حضور 25,000 متفرج لمباراة النادي الأهلي الأفريقية فضلا عن 5,000 دعوة في المباراة المقررة ليها خلاص عرفنا على استاد برج العرب. وكان الأمن قد وافق على تواجد الجماهير في المباريات الأفريقية تاركا بناء على اتفاق مع وزارة الداخلية التي تساعد على تواجد الجماهير